بنكمل إجراءات تشغيل التجربة من خلال المين سويتش الرئيسي ثم الأون. وبقى عندي لاحظ في عندي من سيمنز والكنترول الموجود عندي راح نشرح لي كمان شوي، بإضافة لوحدة التورك الموجودة عندي. لاحظوا في عندي كمان مثل ما شرحنا على البريكنج دي سي موتور بريك. أوكي نعمل تشغيل للتجربة ونشوف. نقول بسم الله، تأكد هاي أون، نرفع الأون، اشتغل عندي لاحظ الريلي اشتغلت عندي من خلال أوكي. بنفعل رقم واحد منبلش نشغل. لاحظ عندي المحرك اشتغل وبلش ارفع ارفع حتى اصل خلينا نحكي فريكوانسي 5. طبعا انتو عارفين هون مدام نحكي عن انفيرتر لازم ترجع على الانفيرتر وتشوف شو كيف بيشتغل الانفيرتر. بدي اشرح اوبريشن عن التجربة ثم ارجع كمان شوي احكي لكم عن الانفيرتر. لاحظ باللحظة هاي هون باجي على الفانكشن وبعمل كبسة طويلة تطلع عندي مجموعة قيم، خلينا نصفحها. لاحظ القيمة الأولى دي، هاي بجي دي سي، هاي كرنت لأنه ايه. القيمة الثانية O من الفولتية على مخرج الانفيرتر وذي الفولتية داخلة على المحرك، وفي عندي هون برجع مرة ثانية على الفريكونسي. لاحظوا اوكي هل الفريكونسي 50 هي الناتشورال. بفعل المحرك وبحطه على الكرنت هلا لان هسه الفريكونسي 50 هي التيار، وبزيد حتى اصل تيار قيمته مثلا كم قيمة تيار 4 امبير 4.5 امبير ما عندنا مشكلة فيها. كل قيمة تتغير طبعا هنا، لاحظ شو بصير عندي فلتي شو بصير فيها على المدخل على المخرج. اوكي طيب شو ناقصنا شغلة هي هو عبارة عن سبيد سبيد احاول اجيبه من مكانه اللي هو هذا عبارة عن تاك سبيد لاحظ فوتو بقرا الفلتية اللي عندي على الزر. استخدام جهاز قياس السرعة بحيث انه يعطيني السرعة اللي بدي اياها من خلاله. طبعا انا بدي استخدم variable frequency variable frequency up down variable frequency، يعني ممكن اصل 60 ممكن اصل 80 ممكن انزل 40 وممكن انزل 20. هاي الفاري فريكوانسي اللي بدي اياها بدي الاحظ العلاقه بيناتها. طبعا زمان حكينا انه الفاري فريكوانسي بنضبط الانفيرتر من خلال علاقه ما بين V over F equal constant. بتلاحظ V over F equal constant واللي هي 230 على 50 4.6، وبالتالي هذا الرقم هو بيضبط الإيقاع عمل الانفيرتر. أوكي ويعطيكم العافية. أي تساؤل أو أي سؤال بإمكانكم تتواصلوا معنا من خلال الموديل أو
المواقع الأخرى. كل الشكر.